اتحرك الباب هنا. انا كده صورت لك الورق كله اللي في الدوسيات واللي على اللابتوب كمان. شوف انت عشان انا مش فاهمه اي حاجه. الورق ده انا مش فاهماه. اي نعم متخرجه من تجاره بس الكلام ده صعب عليا قوي. وبعدين انا معرفش اي حاجه عن املاك. لا الخزنه مقفوله على طول بالمفتاح والمفتاح في جيبه وما بيرضاش يدولي ابدا. ولما بقوله شاركني في شغلك احكي لي عملت ايه النهارده وما عملتش ايه يقول لي خليكي في حالك خليكي في شغل بيتك بس. انا جايبك عشان خاطر حاجتين. اقول له ايه هما الحاجتين؟ يقول لي اقول لك تحضري لي فطار وغدا وعشاء وامنيه خلي بالك منها وتشوفيها عايزه ايه. انت عارف معنى كلامه ده ايه؟ كانه بيقول لي انا جايبك خدامه بس هنا مش اكتر من كده بس قالها لي بطريقه شيك شويه. ده دمه ساقع هو وبنته والله بارد برود. انا مش فاهمه ايه اللي هو فيه ده. انا عارفه ان انك بتحبني وانا كمان والله بحبك وهعمل اللي انت عايزه عشان تيجي تشوف الخزنه فيها ايه. اصل ما ينفعش انت مفلس وانا مفلسه نتجوزوا بعض. عارف هنضايقوا بعض احسن مضايقه. طب اصبر بس نطلعوا منه باي فلوس. طيب ما انا قلت لك جايبني اشتغل خدامه بس. خلص المهم انا صورت لك الدوسيهات اهو وانت بص عليها وقول لي ايه اللي هنستفيده منه بالورق ده. ماشي هعمل اللي انت عايزه. حاضر حاضر مع السلامة. ايه ده؟ هي طنط ندى طلعت بوشين؟ يعني قدام بابا بتعامله حلوة قوي وبحبك لكن من ورا بقى بتقعد تشتم عليه ومش بتحبه كمان. انا الفيديو بقى اللي انا صورته لها ده هبعته لبابا على الواتساب وبابا كبير ويعرف يتصرف. أمنية؟ نعم. في حاجة أمنية؟ لا مفيش حاجة. طب تعالي عشان عايزاكي. عايزاني؟ عايزاكي. انا بعد كده بقى لما طنط ندى تقولي على اي حاجه ولا لما تعمل اي حاجه هصورها فيديو على طول وهبعت الفيديو ده لبابا عشان خلاص بتخاف منها عشان هي بوشي. مالك يا امنيه فيكي ايه؟ مفيش حاجه. وشك مخطوف كده ليه وبعدين على طول ماسكه الموبايل في ايديكي؟ انا بحب العب بالتليفون بس لو مش عايزاني فخلاص ممكن اسيبه يعني عادي. لا العبي بيه براحتك. بصي بقى انا كنت عايزاكي في ايه. انا داخله اعمل شويه حاجات في الاوضه وطالبه منك طلب. بصي هتقفلي عليا الباب كده وتربسيتك كتير. واحد اتنين وما تفتحليش خالص. اوعي تفتحي الباب عشان ما تبوظيش الشغل اللي جوه غير لما اقول لك يا امنيه افتحي الباب. حتى لو بابا جه ما تفتحيش غير لما انا اللي اقول لك. ماشي ماشي. اوعي تفتحي الباب عليا. لا لا انا ما تخافيش. حاضر. مالك يا بنتي؟ ماشي يا امنيه. يلا يا أمنية زي ما اتفقنا أو تفتحي الباب. ماشي. كلمتني يا أمنية. ماشي حاضر. خليكي واقفة بره. ماشي حاضر. طب خلاص طيب؟ لا لسه استنى. خلاص استنت ندى؟ انت كل شوية تقولي خلاص استني يا أمنية استنى. ماشي. يا محمود تعالى الحقني يا محمود. أمنية بنتك حابسني جوه الأوضة ومش راضية تفتح لي خالص. لا وعماله تزعق وتقول لي كلام وحش انا مش فاهمه فيها ايه. لا اصل هقول لك حاجه انا بنت ناس قوي وما ينفعش تعاملني زي الخدامين كده. انا اعمل لها كل اللي هي عايزاه بس بادب واحترام محدش يهزقني. بقول لها افتحي يا امنيه مش راضيه تفتح تعالى الحقني خليها تفتح لي الباب حتى ادخل كده على سوا واشوفها بتعمل ايه. وعلى فكره امنيه اللي بتعمله معايا ده مش من دماغها ابدا. دي امها مسلطاها يا محمود على طول ماسكه التليفون في ايديها. تعالى الحقني يلا. اصل هقول لك حاجه يعني يا امنيه في البيت انا مش هقبل بكده ابدا. تعالي لي مستنياك. يس 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 كده ان شاء الله يا امنيه ابوك هيجي يمشيكي من البيت ويوديكي عند امك واتصرف انا بقى واخلي احمد يعمل الخطه اللي في دماغه عشان يجي يفتح الخزنه ونتجوزوا بقى ان شاء الله ان شاء الله. خلاص يا طنط ندى. لا لسه يا امنيه. طب انا استنيتك كتير قوي. استني بس. بصي يا امنيه ينفع ادخل منك طلب؟ اتفضلي. ينفع يا امنيه نلعبوا لعبه صغيره كده مع بعض؟ ايه هي اللعبه دي؟ كل شويه هقول لك افتحيلي الباب يا امنيه وانت هتقولي لي لا مش هفتح لك الباب وكل يوم من ده.
طب ليه اقولك كده؟ بنلعبوا يا امنيه، مش عايز تلعبي معايا؟ طب ماشي حاضر. تعالي يا طب ماشي افتحلك. وانا عايز اقولك على حاجه كمان، انت كل يوم احبسك في الاوضه دي. ماشي تمام، حلو قوي الجمله كده يا امنا. ماشي. ايه ده؟ ايه الكلام اللي طنط هاده بتقوله لي ده؟ انا بقى هبعت الفيديوهات دي كلها لبابا وبابا يعرف يتصرف. يا امنيه. نعم. افتحي لي الباب يا امنيه. لا يا طنط هاده، مش هفتحلك الباب، وكل يوم احبسك في الاوضه. عشان خاطري يا امنيه افتحي لي الباب. لا يا طنط هاده، تفضلي هنا. تمام، افتحلك الباب. شاطره يا امنيه شاطره. لا انا مش فاتحه لك الباب يا طنط ندى، خليكي هنا في الاوضه محبوسه، وهحبسك كل يوم في الاوضه. لا انا مش هفتح. امنيه قلت تعملي ايه يا امنيه؟ طب يا طنط ندى بابا جه. ايه اللي انت بتعمليه دوت يا وسخه كده يا امنيه؟ حبسها ليه يا امنيه؟ الحقني الحقني يا محمود، حبسني يا محمود. يعني يا هي حبسني في الاوضه من الصبح يا محمود، ما بتحبنيش ليه كده يا امنيه؟ مش انا قايل لك 100 مره ما تسمعيش كلام امك يا امنيه؟ اي حاجه امك تقول لك عليها ما تعملهاش يا امنيه ترجعي لي الاول. بابا انا هقول لك، انا كنت بهزر معاك. ما تتكلميش وما تفتحيش بقك يا امنيه. انا دلوقتي انا هي في البيت مش هينفع كده. مش انا كنت بهزر معاك يا طنط ندى؟ بتهزري معايا ايه بس؟ تحبسيني في الاوضه كده، وكل يوم كل يوم بتقولي هحبسك في الاوضه يا محمود. لا هو انت اصلا انا مش خدامه، هي بتعاملني كخدامه، انا مش هقبل بكده ابدا. انا بنت الناس يا محمود. حقك عليا يا ندى، حقك عليا. يا طنط ندى وانت طلعتي بوشين؟ بوش بص عليك. يا بابا انا هطلب منك طلب. اطلب. بعد اذنك حضري شنطة امنية. ليه يا بابا؟ صحتك وحشاكي، انا هوديكي عند مامتك يا امنية. ليه يا بابا؟ انا ما عملتش حاجة، اقسم بالله ما عملتش. حضري الشنطة يلا يا ندى. طب بابا بص اوريك حاجة، بس انا اوريك ما تورينيش حاجة، طالما قلت لها بوشين وبتغلطي فيها يبقى كده انا زعلان منك. والنبي بابا شوف الفيديو منك. بتغلطي فيها ليه؟ ولا فيديو ولا مش فيديو. طب والله ما عملت حاجة. خش غيري هدومك يلا. بابا انا اسفة بس انا ما عملتش حاجة. ما تقوليش اسفة عشان ما تشيلي عليكي. يلا ادخلي جوه يلا. وانا 100 مره قايل لك ما تسمعيش كلام امك، امك دي هتوديكي في داهيه. انت عاوزه تضايقيني زي ما امك كانت بتضايقني ولا ايه؟ ايه يا امنيه؟ يلا ادخلي يلا البسي. حاضر. يلا عشان اوديكي عند امك. حضري شطتها ندى يلا. يلا يلا قدامي. يا بابا كده عطلت يومي النهارده كده يا امنيه. بابا انا عايز اقول لك على حاجه، بابا على فكره انت ظالمني والله. ظالمك؟ انا ظالمك بقى؟ ما تفتحيش بقك بقى، قلت لك. والله العظيم ظالمني يا بابا. ما تفتحيش بقك، قلت لك يلا. زعلانة منك قوي يا أمنية، وعلى فكرة أنا كنت قاعدكي صاحبتي وكنت نفسي أعيش معاكي العمر كله، بس أنت يا أمنية اللي قلتي مني وعملتيني زي الخدامين يا أمنية. حرام عليكي يا طنط ندى، أنا ما عملتش كده، أنت بجد في وشي. أنا غلطانة بتكلم معاكي. تعالي يلا، معلش يا ندى، حقك عليا، حقك عليا والله يا ندى. محمود. نعم. هو أنت بعد ما توديها عند مامتها هتروح الشغل تاني ولا؟ أه هطلع على المكتب. أه عاوز حاجة أجيبها لك ولا أعمل لك حاجة؟ أطمن عليك بس تمام، مش خد بالك على نفسك. ماشي حبيبتي. يلا قدام، ما تفتحيش بقك خالص معايا وانت في العربية. يلا اتفضلي يلا. حاضر. كده عطلتي لي يومي وبوظتي لي شغلي النهارده. لا انا مش فاتحه لك الباب يا طنط ندى، خليكي هنا في الاوضه محبوسه، وهحبسك كل يوم في الاوضه. الباب. لا انا مش هفتحه. محمود. هو انت مش قلت لي ان انت رايح المكتب بعد ما هتودي امنيه عند مامتها؟ لا ما انا قلت اجي اقعد معاكي بقى، قفلت اصلا. بجد؟ اه والله قفلت خالص. يعني انت هتقضي معايا اليوم النهارده؟ هقعد معاكي مش رايح المكتب. الحمد لله، ده اسعد يوم في حياتي كلها، انا فرحانه قوي يا محمود. ماشي يا حبيبتي. قول لي بقى انت عملت ايه مع امنيه؟ بالله عليكي ما تجيبليش سيرتها دلوقتي علشان اقفل منها. والله انا كنت بحبها قوي يا محمود. قفلت منها قوي. معلش. تيجي بقى اعمل لك كوبايه قهوه حلوه كده، وبعدين بقى احضر لك احلى غدا في الدنيا. ماشي حبيبتي. ماشي ماشي يا محمود. ايه الفيديوهات اللي انت بعتها لي دي كلها يا امنيه؟ بس انا دايما عشان خاطر حاجتين، اقول له ايه هما الحاجتين؟ يقول لي اقول لك تحضري لي فطار وغدا وعشاء، وامنيه تخلي بالك منها وتشوفيها عايزه ايه. انت عارف معنى كلامه ده ايه؟ كأنه بيقول لي انا جايبك حنينه بس هنا، مش اكتر من كده، بس قالها لي بطريقه شيك شويه. ده مساء هو وبنته، والله مالك الحوت، انا مش فاهمه ايه اللي هو فيه ده. ايه ده؟
فاهم حاجه مني بعت لها الرساله ده. ندى ندى مين؟ تعالي بابا حبيبتي يا أمنية ما تزعليش مني يا حبيبتي حقك عليا أنا عرفت كل حاجة يا أمنية أنا مزعلة منك يا بابا عارفة أنا عملت فيها إيه كرشتها وطلقتها وبهدلتها والله يا أمنية كل ده عشانك أنتِ حقك عليا يا حبيبة قلبي ما قلتليش ليه يا امنيه ان انت بعتلي رسائل على الواتساب كنت قلتيلي يا امنيه ما انا كل ما اكلمك يا بابا تقولي اسكت يا بابا مش عايزني خليني اكلمك يا بابا مين يا امنيه حقك عليا بابا محمود اهلا وسهلا اتفضل اتفضل ماشي اي على فكره يا بابا انا عايز اقولك على حاجه قولي يا امنيه بابا انا بحبك قوي يا بابا على فكره وانا بحبك والله يا امنيه وكمان على فكره ماما طيبه قوي برضه انا عارف يا امنيه عشان كده انا هرجعها مامتك دي انضف ام في الدنيا دي كلها ويا ايه حقك عليا لو زعلتك في اي حاجه ايه ده انا مش فاهمه حاجه يا ماما والله انا كنت غلطان انا مش فاهمه حاجه الله انا بجد مبسوطه انت بجد هترجع ماما يا بابا هرجع ماما الله انا اكون معاك وانت بتفهمني انا مش فاهمه حاجه خلاص بقى ايه انا فرحانه قوي حبيبتي يا امنيه الحمد لله انا مش مصدقه بجد انت قلت لي هترجعوا مع بعض تاني صفحه جديده واحلى صفحه ان شاء الله تبقي واقفه يا ماما توقفي يا ماما حبيبتي انا موافقه يا حبيبتي من غير اي حاجه طب اتفضلي يا محمود لا تعالي اتفضلي معايا يا عبد زي ما انت كده يلا بينا يلا يا امنيه يلا فرحانه امنيه